طيب احصائيات هذه المباراه الحقيقه برضو ارقام كثيره جدا لسالم الدوسري وصالح الشهري وليونيل ميسي برضو، ده الاحصائيات الكوميديه. نعم يعني احصائيات كوميديه والله بجد. يا ريت نجيب بس احصائيات المباراه نفسها عشان نحللها مع بعض. كوميديه مش ممكن. يعني احنا بنتكلم يعني المباراه اللي احنا هنقول لكم الاحصائيات بتاعتها دي خلصت 2-1 للسعوديه. تعالوا بقى نستعرض الاحصائيات الاحصائيات بتاعت المباراه. الفرص اللي اتيحت للمنتخب الارجنتيني في المباراه 12 فرصه. 12 فرصه. السعوديه هم اثنين جونين، فرصتين بجونين خلصوا الموضوع وهو المطلوب. الاكس جي بقى قمه الكوميديا بصراحه، قمه الكوميديا. الاهداف المتوقعه على الارجنتين 2.7، يعني رقم كبير جدا في الاكس جي يا كابتن اسلام. الرقم ده كبير جدا جدا جدا. السعوديه مفيش 0.2. الجونين اللي هم جابوهم مش من يعني مش من فرص فيها اهداف متوقعه. يمكن الجون الاول ممكن هو اللي يكون حط لو بوينت. لا لكن الجون الثاني هو خطف الكوره وشاطها من مكان رهيب، صعب جدا. فهي يعني مش فرصه هدف محقق. فهنا دي المهاره الفرديه واللي كريم قال عليه، هي فكره الروح. لا نيجي بقى يعني طبعا الاستحواذ 66 34 اوكي. تعال بقى التمريرات، نشوف بقى التمريرات الرقم عامل ازاي. التمريرات الاجماليه للمنتخب الارجنتيني في مباراه كابتن اسلام 649 مقابل كام بقى اجمالي؟ 288 للسعوديه. 560 تمريره صحيحه مقابل 219 منتخب سعودي. يعني تقريبا احنا بنتكلم فيما في اكثر من الضعف. اكثر من الضعف. محاولات على المرمى 12 محاوله منهم 6 على المرمى مقابل 3-2 للسعوديه. العرضيات بنتكلم 12، واعتقد عرضيات السعوديه اقل من كده بشويه. والركنيات طبعا 9-2، 9 ركنيات للمنتخب الارجنتيني مقابل 2 ركنيه. والتسلل المنتخب السعودي وقع في بساطه التسلل اللي كان واضح ان هي تكتيك من هيرفي رينارد 10 مرات. وبصراحه ده يديني علامات استفهام كبير قوي على لوتارو مارتينيز. لوتارو مارتينيز يا اخي حرام عليك، انت جيت في ماتش برشلونه عملت اللي انت عايزه. يعني ماتش برشلونه على اللي عمله لوتارو مارتينيز بصراحه. يعني تزعلت مرتين من مارتينيز. فظيع اقسم بالله مش ممكن. النهارده تخيل فريق بيلعبه على التسلل ودي بتاعته. يعني لوتارو اصلا بيكسر دي بتاعته، يكسر يخش بسرعته ويخلص. اسرع المهاجمين في اوروبا. النهارده وقع في التسلل شوف كم مره. يعني بصراحه هي دي الكوره. وزي ما كابتن اسلام قال فعلا يعني الكوره فيها كل حاجه وفي كل احوال كره القدم فيها كل شيء الحقيقه. وفي النهايه المنتخب السعودي استطاع ان يفوز على المنتخب الارجنتيني. الكلام اللي انت بتقوله ده ما تزعلش مني يعني بقى بيلو يشرب ميته ويعني ولا حد هيفتكره ولا حد هيفتكره ولا حد هيبص له ولا حد هيقول حاجه عليه. في النهايه النتيجه كام؟ صحيح 2-1. 2-1 بقى.